Podcast. This is the emergency brake test. This is the parallel parking test. ملاحظة: عند عدم سماع اسم الامتحان المطلوب قيام به، علينا أن نستمر بالسير بالسيارة حتى سماع التعليمة، لأن تنفيذنا لأي قسم من أقسام امتحانات الباركينج بدون أن نسمع التعليمة الخاصة به سيفقدنا علامة الامتحان، وعند عدم سماع أي تعليمات للامتحان يجب الاستعانة بالمشرف المسؤول. يجب الانتباه أثناء دروس التدريب العملي إلى الخطوط البيضاء والصفراء والفرق بينها وماذا يحدد كل لون، وذلك حتى تكون التعليمات الموضحة في الفيديوهات سهلة الفهم والتنفيذ ولضمان النجاح في الامتحانات من المرة الأولى. يجب عدم إصدار صوت أثناء رفع الهاند بريك الفرامل اليدوية. يجب الانتباه إلى وضع السيارة الابتدائي عند بداية امتحانات الباركينج حتى نتأكد من اتجاه سيرنا لبداية الامتحان، فقد يكون وضع السيارة يحتم علينا البدء بالريفرس والعودة إلى الخلف قليلا ثم الانطلاق، وقد يكون وضعها جاهزا فنبدأ الامتحان بوضعية دي درايف والانطلاق نحو الامتحانات. يجب عدم تحريك المقود والسيارة متوقفة من أجل المناورة عند الاتجاه إلى الأمام أو إلى اليمين أو إلى اليسار أثناء الدخول إلى أي باركينج أو الخروج منه، ونحرك المقود فقط عندما تكون السيارة تتحرك. ملاحظة: في الكراج باركينج يمكننا المناورة من أجل تصحيح الرجوع إلى الخلف وعدم المشي فوق الخطوط، ويمكننا تنفيذ ذلك لمرة واحدة. ملاحظة: في الباركينج الموازي عند الخروج يجب الإبقاء على لفة المقود كما هو كان عند الدخول